لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اخوانك جاءوا من الشرق والغرب من اقاصي الدنيا، انت جيت من الشرق وهو جاء من الغرب، او هو من الغرب وانت من الشرق. اخوك المسلم يعني عجيب، يعني رابط الاسلام ابيض عجيب، ينبغي ان تحتفي به وتسعد به وتحبه محبه حقيقيه، محب في الله. ومن هنا لو استشعرنا هذا الاخوه الحقيقيه ما كان بيننا هذا الشحناء في في الازدحامات في عند المواسم، ولا عند الحجر الاسود، ولا عند الركن اليماني، او عند المكان اللي يكون فيه ازدحام. فمن المنافع الشعور بالاخوه الاسلاميه، وهذا اول منطلق لصحة الامه، اول منطلق لإصلاح الأمة هو الشعور بالأخوة الإيمانية.